تعادل اتحاد الحراش وديا امام ضيفه شباب بن سليمان الناشط في الجهوي الاول بنتيجه 3 أهداف في كل شبكه في مباراه لعبت في 3 أشواط كامله 30 دقيقه لكل شوط، وعمد خلالها مدرب الحراش الى تجريب اللاعبين الجدد قبل اتخاذ القرار الاخير اما بالاحتفاظ بهم والتوقيع لهم او اخلاء سبيلهم. والتغطيه لوليد معمري. شفتو اليوم سي براتيكمون لا دوزيام ايكيب بلوس 60 ولا 70% سي دي جوار اسبوار. ماتنون جو دوا فوار وشنو لي اسبوار اللي قادرين يقعدوا معايا اون سينيور، شكون اللي عاود يوليو لا كاتيجوري تاعهم ويعملوا هذاك العمل باش يطوروا الامكانيات تاعهم. وهذه تعتبر اول مباراه وديه اللي جريناها اليوم ضد فريق تاع الحراش، وكانت يعني بالنسبه لي انا كمدرب يعني كمقابله اولى يعني مقابله مثمره، وين يعني شفنا بعض الاشياء الجميله، وين كما نقولوا كانت لونجاجمون فيزيك بالنسبه لا كويزيون يعني الانسجام كان يعني كانت اشياء مقبوله على العموم. عندنا ماتش ميكال هنايا لا بروميير ماتش ميكال تاعنايا، نحوسوا نخدموا عندنا واحد 10 ايام اللي بدينا درنا شفنا اللي جوار اللي كيف تاعنا تبدلت بزاف. واش راح نقول لك، نخدم مع ستاف تكنيك اداره واقفه الحمد لله هما فينا كلش، نسعى باش نخدموا باش نوصلوا الهدف في مصطلحات الاداره ان شاء الله. كشف المدير الرياضي لاتحاد الحراش خالد اللونيسي بان الاداره وقعت رسميا مع المهاجم فارس عمران الذي سيدعم التشكيله الحراشيه، كما اعرب عن رضاه بالاستقدامات الى حد الان. فري على كل حال عمران وقع اليوم على كل حال بيان جوست دو سيني كنت معاه جحنيت بور لاستون مازال باسكو عطيتو دي لي حتى البارح مي ما با دوني سين دو في جو ان تران دو شيرشي ان اوتر اتاكون ما نجيبش نستنى انايا بلوس دو 48 اور نا با جون ديجا نقول بالاكسبيريونس تاع عمران وتاع ان اوتر جوار سي تورن اتاك او نيفو دي زافون سونتر باسكو سي دي اتاكون دو راس يفوك دي اتاكون دو ميتي يعني لي كيكون كيما قناص كيما يقول لك في كل ملعب لازم لنا جوار كيما عمران مي زابار نوتر افون سونتر ليكيب نورمالمون سرا بريت بور لا بريباراسيون ان شاء الله. هذا وضاف لونيسي بان الجمعيه العامه لاتحاد الحراس ستكون يوم 4 أكتوبر المقبل، وانه لن يدعم اي مترشح على حساب اخر، وانه من الضروري ان يملك رئيس الجديد الامكانيات الماديه ليدعم هذا النادي. والله ماني ساند في حتى يعني رئيس، انا ساند الرئيس اللي يجي يخدم، ما نحبش انا الرئيس اللي يجي يتكلم برك، باسكو نحب الملموس لو كونكري هنايا، لو كونكري هنايا جوسكو ماتون مازال ما شفنا حتى واحد في الكونكري، مي نتمنى الرئيس اللي يجي وكم نعرفهم كاع يتيك لازم يكون الكونكري يجيب لو بلوس، وحنا لو بلوس تاع اللي في الحراش على بالكم بلي سي لي موايا فينونسيامون، لو صالير تاع اللاعبين، لي بريم دو ماتش، لي ستاج، لا بريزون شارج تاع لي جوار، هذا هو لو كونكري.